السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا لعبة جدا 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 جميلة، كنت ألعبها عام 2013 أو 11 زي كذا، يوم قبل لا أعرف التجميعات وكذا. تشتغل على الأجهزة الضعيفة وأيضا الأجهزة القوية بالتأكيد، يعني جدا لعبة حلوة، القصة تشد، رسومات شنو أوصف لكم الشعور اللي أنا أحس فيه. طيب، اللعبة هذه تحاكي الحرب العالمية المدري الأولى أو الثانية عام 1914. طيب، اللعبة هذه القصة يعني فيها شوي من الدراما وفيها مغامرات وفيها ألغاز. طيب، تحكمها جدا بسيط، بس الأسهم يمين فوق تحت، وأيضا مسافة، وأيضا اللي هو الشفت. طيب، الآن خلنا نلعب اللعبة. طيب، أنا يعني مزين يعني عدة مهام. Originally from America, enlisted voluntarily in the French forces. طبعا هذه المهمة الثالثة تقريبا. ولا أقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا لعبة جدا 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 جميلة، كنت ألعبها عام 2013 أو 2011. لعبة بسيطة جدا، وزنها 1 جيجا و20 و200 ميجا. اللعبة تحكمها جدا بسيط، تحاكي الحرب العالمية الثانية أو الأولى عام 1914. تلعب 3 شخصيات تقريبا او 4 شخصيات مع الكلب. لعبة جدا جميلة جدا جميلة، الرسومات فيها خيالية. لعبة انا يعني احس انها اثرت فيني، يعني نهايتها يعني ما ادش اقول عن اللعبة هذه. خلونا نلعبها مع بعض. طبعا تشتغل على الأجهزة الضعيفة والأجهزة أيضا القوية. طيب، هذه بداية اللعبة، أول ما تلعب بالشكل هذا. طبعا هذا بيروح يتجند مع الجيش الفرنسي. فهذا يقولنا يلا تعال بسرعة. طبعا اللعبة هذه لعبة الغاز، لعبة الغاز. تمام، طبعا تلقونها بستيم وتلقون مواقع ثانية، بس ما نبذاكر اي مواقع، لكن تلقونها بستيم. وايضا تلقون الدبلجة فيها، تقدرون تحطون الدبلجة على طول، سهلة يعني. ويقال ان لها بالاندرويد، يعني لها لعبة بالاندرويد نفس يعني اللعبة هذه، يعني سواء انت بتلعبها في الكمبيوتر او تلعبها على اجهزة الاندرويد. تحكمها جدا بسيط، وهي عبارة عن الغاز، عبارة عن الغاز ومغامرات وفيها شوية دراما.
يا اخي. انا لعبتها قبل وشوقي خلاني العبها مره ثانيه. صراحة أبدعوا اللي صمموا هاللعبة، أبدعوا. My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere. طبعا هذا متزوج وظروف الحرب فرقت بينه وبين زوجته. طبعا صار في تجنيد إجباري أو شيء زي كذا. طبعا هذا اللي تشوفونه راح يصير صديقنا بالمستقبل. طيب الحين المهمة ان ننقذ هذا الشخص من تنمر هذولا. طيب فهي فكرة ذكاء الحين راح تصير. فهذا يقول لك لا ممنوع الدخول. طيب ايش تبغى؟ قال ابغى يعني عصير او نبيذ او شيء زي كذا. العصير والنبيذ نحصله من ذا، ناخذه ونعطيه اياه. يلا تهنى يا سيدي. خلاص شربت. يلا الحين هذا يقول لا ابغى ميوزك. تمام يلا ها نبي نطرب الشخص هذا. لا ما يجي، لازم بالترتيب، ترتيب معين. برضو ما تجي. أيوة سلام. أيوة يلا ارقص. هيس يا ولدي. الحين نبي ننقذ الشخص هذا وراح يصير صديقنا بالمستقبل وراح نلعب فيه كمان. أنصحكم باللعبة هذه جدا جميلة، تحكمها بسيط، تنفع الأجهزة الضعيفة والقوية. طبعا هذا أمريكي وهذا إيش فرنسي. يلا قول قول دبي. قال جود باي. يلا وين راحوا الحين؟ بروحوا مع الحدود مع ألمانيا. The general cheer of the first hours dissipated. Look, فينا شر الحروب. يعني الحين هذه المرحلة مرحلة مغامرات. هذه المرحلة الآن مرحلة مغامرات يعني تقريبا تعتبر. يلا جانا النازيين ضربوا علينا. يلا تكفى. تديو هشوة. يا حبيبي طيب الآن راح يقع بالأسر. طيب وراح يعالجونه واللي عالجه هذا الطبيب، وأتوقع الطبيب هذا له حكاية مع هذا الشخص. الطبيب الحين اللي بيجي اللي هو هذا أبو قصة له علاقة مع ذا اللي بي. على العموم نبدأ بالمرحلة الثانية
أنا بس بعطيكم نبذة بسيطة عن اللعبة. طيب أنتم عجبتكم حملوها، طيب ما عجبتكم شوفوا لكم أي لعبة ثانية يعني. طيب الحين هذا شخصية قوية جدا. طيب شو نسوي الحين؟ ايش يقول؟ فجر جسر. اوكي ما عندك مشكلة، فجر جسر. هذا شلون؟ يقول اضغط دي. يلا وهذه يلا. ايش رايكم بالرسومات اللي فيها؟ تحس تشد اللاعب. طيب خلاص احنا نبي نصل الى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا نقول باقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله.